خريجة كلية فنون الجميلة بدمشق، وعشت بالشام طبعا كل عمري، ولدت فيها وبقيت فيها ل 2012. طلعت على الدوحة، التحقت بزوجي وقعدت قريب سنتين بالدوحة، وبعدين اجيت على فرنسا. بحب الفن بكل أشكاله، بروح شوي بالرسم، بروح شوي بالنحت، بكتشف حالي كل فترة وين أنا. وقفت فترة ورجعت صرت أرسم، جيت على فرنسا كتير صار عندي رغبة إنه أرجع أرسم، عبر عن حالي، عبر عن أفكاري. عملت مشروعي هو عن اسمه شيخ شيلا فوا، البحث عن الصوت. فهذا المشروع الأول اللي هو فعلا أنا كنت بحالة سوداوية، وكنت كتير حابة أنقل معاناة المرأة السورية يلي مسكرة، اللي مسكرة تمها، يلي هي مثل يعني مأخوذة منها حريتها، ممنوع تحكي، ممنوع تعبر، ممنوع تفكر، ممنوع. فأنا شوي كنت عم سلط الضوء على هذا الشيء. في شيء قاسي شوي باللوحات، في كآبة واضحة، بس أنا هي كانت رسالتي لألفت نظر إنه المرأة السورية تعاني. لو أنا يمكن طلعت بإرادتي، لو البلد ما فيها شيء، هذا شيء تاني، بس إنه تطلع وبلدك يعني مهدم، أو يعني في تعاسة بالناس، تعبت. الوضع السوري كتير معقد. بتمنى طبعاً، بالحلم بحلم أكيد إنه ترجع تتعمر وترجع العالم تعيش وترجع تحلم، بس ما بعرف إذا هذا الشيء حيتحقق، أو على القليلة على المدى القريب. يعني ما عندي ما بعرف.